إلى المنطقة الشرقية والزميل محمد الحمادي، وماذا قدم لنا هذا اليوم؟ راح نتعرف عليه الآن. يسعد صباحك محمد. صباح الخير يا محمد. صباح الخير فيصل، وصباح الخير بنان، وأيضا لكل متابعي صباح السعودية من المنطقة الشرقية ومن الساحل الشرقي، نرحب بكم. أجواء جميلة محمد، مهم مثل في جزيرة دارين، يعني ما كان في هواء. لا اليوم يعني تقريبا الرياح جيدة إلى حد ما، ولكن طبعا نسبة الرطوبة عالية كثيرا على ساحل البحر نحن، وتحديدا الموقع اللي أنا متواجد فيه حاليا هو مركز حرس الحدود بشاطئ نصف القمر، وأتوقع بأن كل مرتادي المنطقة الشرقية يعرفون شاطئ نصف القمر لأنه من الشواطئ المميزة. أكيد. إيش في عندك اليوم يا محمد؟ يعني إحنا شايفين الأجواء الحلوة، أكيد في مفاجأة عندك اليوم، في شيء معين مثل ما تعودنا من عندكم من الشرقية. نعم، إحنا طبعاً اليوم نتواجد في هذا الموقع، الهدف هو أولاً إنه تقريباً الأسبوع الماضي الأربعاء انتهت الامتحانات، وبدأ الناس من يوم الخميس الماضي بالتوافد على الأماكن المختلفة، الكورنيش والواجهات البحرية المختلفة. كما تحدث، شاطئ نصف القمر يتميز بأنه شاطئ مفتوح، وربما المصور الأستاذ عصام اليوسف يحرك لي الكاميرا قليلاً لنجد بأن يعني شاطئ نصف القمر يتميز بكونه شاطئاً مفتوحاً على المباشرة، ويرتاد هذا الشاطئ الكثير ممن يحبون أن يمارسوا هواية السباحة. وبالتالي يعني حرس الحدود في المنطقة الشرقية، هناك وحدة لحرس الحدود هي وحدة البحث والإنقاذ. هذه الوحدة تقوم بجهود كبيرة جداً من أجل أن لا يكون هناك غريق واحد في وهذا ما نسعى هذا اليوم في الحقيقة لأن نبثه من خلال هذه الثقافة. اليوم سوف نقوم بعملية تجربة إنقاذ غريق مباشرة، سنشاهدها كيف يتم انتشال الغريق من وسط الماء، كيف تقوم الوحدات المختلفة بالمبادرة مباشرة بإنقاذ الغريق، سنجد ما هي المراحل التي تتم، وسنتحدث أيضا عن الثقافة المختلفة التي نبثها للمشاهد حينما يرتاد هذه الأماكن. هناك أماكن جدا خطرة في شاطئ نصف القمر، وأماكن عميقة جدا بإمكانه يعني، وهي العملية دقائق بسيطة جدا لتنتهي حياة أي شخص مع البحر. لكن سيكون معي خلال الفترة القادمة وخلال الساعة القادمة العميد محمد سعد الغامدي، وهو الناطق الإعلامي لحرس الحدود بالمنطقة الشرقية، وسيحدثني في الحقيقة عن تفاصيل هذه العملية الإنقاذ، وسنشاهدها مباشرة على الهواء مباشرة لكي تصل الرسالة للمشاهد. هدفنا أن نتواجد في أماكن مختلفة في المنطقة الشرقية، وهدفنا أيضا أن يكون ظهورنا له رسالة للمجتمع، رسالة توعوية، رسالة تثقيفية. كما شاهدنا فيصل وبنان وأيضا المشاهدين، ربما شاهدتوا العمق الكبير لشاطئ نصف القمر وما تميز به، هو شاطئ جميل. صحيح. نتمنى أن يكون جميل دائما أيضا بالتزام الجميع بقواعد السلامة وبقواعد الأمن المختلفة وقواعد النظافة لا ننسى أيضا يعني محمد. بالتأكيد يعني الله يعطيكم العافية يعني على هذا الجهد، وبالتأكيد أن اليوم راح نقدم وراح يقدم الزملاء في محطة تلفزيون الدمام توعية، أنتم إن شاء الله وأيضا الزملاء في حرس الحدود راح تقدمون بالتأكيد توعية للجميع في حالة الغرق لا سمح الله، وفي حالة حدوث أي مشكلة في الشاطئ. إحنا نتشكر لك محمد، إن شاء الله راح نكون معك وفي الساعة القادمة، وبالتأكيد راح نشاهد الأشياء الجميلة راح تقدمها لنا أنت وأيضا الزملاء في تلفزيون محطة الدمام إن شاء الله. شكرا يا محمد، شكرا لك. إذا المشاهدين ومن المنطقة الشرقية إلى مكة المكرمة، وأيضا حديث الآن عن الوسطية والأمن الفكري نتابع من مكة المكرمة إن شاء الله. يعني ما يعني مو بلا يعني يستقبل من إندونيسيا، يعني عندنا موجودة خيارات كثيرة، خيارات متاحة. احنا نتشكر لك تواجدك معنا الزميل عمر الشدي مدير مكتب صحيفة اليوم بالرياض، نتمنى لكم ان شاء الله التوفيق، ونلقاك ان شاء الله الاسبوع القادم ان شاء الله. ان شاء الله خير. مشاهدينا الكرام، الصحافة الالكترونية ستكون معكم ان شاء الله بعد القضية العاشرة، والان ننتقل الى الزميل
محمد الحمادي من المنطقة الشرقية وتجربة الغرق والإنقاذ مع حرس الحدود من هناك. يسعد صباحك زميلنا محمد. صباح الخير يا محمد. صباح الخير مرة ثانية فيصل، وأيضا صباح الخير بنان وكل متابعي صباح السعودية وكل متابعي القناة الأولى. نرحب بكم من المنطقة الشرقية. نعم، احنا نسمع صوت الطراد عندك ولا طرادات؟ نعم طبعا، الآن ربما احنا نعم أصوات طرادات نستمع الآن. ربما ضيفي هو الذي سيحدثنا عن تفاصيل ما سنقوم بعمله بعد قليل، أو ما سيقوم حرس الحدود بالمنطقة الشرقية بتنفيذه على أرض الواقع بعد قليل. ويسرني خلال هذه الدقائق أن يكون معي العميد محمد سعد الغامدي، وهو الناطق الإعلامي لحرس الحدود بالمنطقة الشرقية. نرحب فيك سعادة العميد. الله يحييك، أهلا وسهلا، مرحبا. كيف أجواء الشرقية اليوم؟ رطوبة؟ طبعا رطوبة، لكن الحمد لله ما في نسبة غبار، وهذا يعني بالنسبة للرطوبة قد تكون متحملة. طبعا حرس الحدود بالتأكيد له استعداد كبير جدا لاستقبال موسم الصيف. الآن انتهت الامتحانات، بدأت الناس تتوافد على الأماكن السياحية المختلفة، تحديدا الأماكن البحرية. تحدثنا عن استعدادكم لهذا المجال. أولا نشكركم على هذه الاستضافة واختيار هذا الوقت بالذات. طبعا من بداية الأسبوع الماضي بدأ حرس الحدود كما هو في كل موسم في تكثيف الدوريات البحرية وتكثيف فرق البحث والإنقاذ والغواصين في كافة مناطق التنزه، وهذا طبعا الموسم يشهد يعني كذا مثل ما لاحظنا يعني من بداية الأسبوع كثافة في مرتدي الشواطئ وخصوصا من خارج المنطقة الشرقية. طبعا هذه بالنسبة لمناطق التنزه، هناك يعني كثير من الحالات اللي حدثت من الأخوة المتنزهين من الحوادث بسبب الغفلة عن الأطفال، ويعني بعض الحوادث التي باشرها حرس الحدود، ولكن هذه قد نتكلم عنها في حينها. يعني هل هناك مثلا، بما انك دخلت ابو فيصل في موضوع التوعية، وايضا يعني ما هو دوركم انتم في ايصال رسالة للمجتمع؟ المجتمع ايضا بحاجة الى توعية اكثر في هذا المجال. طبعا بالنسبة لحرس الحدود يعني في كل موسم يقوم هناك بتكثيف الدوريات البحرية، وأيضا الجانب التوعوي يعني يسير بخط موازي مع العمل الميداني. العمل التوعوي ولله الحمد ساهم في تقليص أيضا حوادث الغرق بالنسبة للأخوة في المنطقة الشرقية. البرامج التوعوية هي مستمرة طوال العام في مدارس البنين والبنات، هناك محاضرات، هناك فعاليات، هناك نشاطات مختلفة تقوم بها يعني سواء ضباط حرس الحدود فيما يخص البنين، وهناك اللجنة النسائية للسنة البحرية تقوم في هذه النشاطات فيما يخص الجانب النسائي. كيف وجدتم تفاعل المجتمع؟ يعني هل المجتمع فعلا يتقبل عملية التثقيف للغرق؟ يعني هناك لوحات كثيرة على امتداد الشاطئ ممنوع السباحة في أماكن معينة. أنت حدثني قبل أن نظهر على الهواء بأن هناك من يسبح بالقرب من اللوحة. هذا صحيح، يعني كثير من الأخوة مرتدي الشواطئ طبعا لا يتقيدون بلوحات منع السباحة أو اللوحات التحذيرية أو الإرشادية، ولذلك هذا ما يجعلنا نكثف دورياتنا البحرية ودورياتنا الساحلية وفرق البحث والإنقاذ في هذه المواسم وهذه المواقع بالذات. يعني لاحظ المنطقة الشرقية مثلا، وكذلك جميع مناطق المملكة في هذا الموسم تقوم جميع الدوريات تكثيف نشاطاتها في مناطق التنزه. المنطقة الشرقية هناك شاطئ نصف القمر اللي احنا موجودين فيه الآن، هناك شاطئ العليزية وشاطئ الفناتير وشاطئ محافظة الخفجي، جميع هذه الشواطئ تشهد كثافة، ولذلك نكثف دورياتنا حتى أيضا تساهم يعني في الحفاظ على أرواح الناس يعني بعد عناية الله سبحانه وتعالى. العميد محمد، يعني خلينا نتحدث الآن عن هذه، وش نطلق عليها، الحوامة.
طبعا وسائط حرس الحدود البحريه هناك يعني وسائط تسمى وسائط، هي عباره عن زوارق البحث والانقاذ، الزوارق ايضا مختلفه الاحجام والاطوال حسب مهماتها، وهناك الحوامات ايضا لها مهمات خاصه تساهم في عمليات البحث والانقاذ ومهام الاستطلاع وكثير من مهام حرس الحدود. هناك الجيت سكي ايضا نشاهده بعد قليل، هذا يعني عامل السرعه يعني مخصص في شواطئ يكثر فيها ايضا الحوادث الغرق، يعني خاصيه السرعه والانتقال السريع الى مناطق قد تكون اعماقها منخفضه. كل يعني واسطه يعني حسب المهمه التي تقوم بها. العميد محمد، خلينا ننوه اولا رقم وحده البحث والانقاذ، لو مثلا احد من مرتادي الشواطئ حب يبلغ عن حاله غرق او ما شابه على الرقم كم؟ طبعا بالنسبه لحرس الحدود هناك رقم موحد 994، هذا موحد في جميع مناطق حرس الحدود بالمملكه، من اي هاتف يستطيع تلقي البلاغ، وتكلف اقرب دوريه لموقع الحادث سواء كان غرق او اي مشكله في داخل البحر. اذا ممكن نبدا ابو فيصل نبدا نشوف على الاقل تجربه واقعيه حيه لعمليه الانقاذ، لو نشوفها ايضا على الهواء مباشره مع الساده المشاهدين. طبعا نبدا الان في تمثيل عمليه انقاذ غريق. طبعا بالنسبه للانقاذ يعني هو عادة يتم اللي ظاهرة معنا الآن، هذه سميها الدبابات البحرية هذا الآن ظاهر معنا في غريق الآن موجود. نعم، هذا عبارة عن غريق توجهت له دبابات الجيتسكية البحرية محاولة لإنقاذه. يقوم المنقذين ايضا يعني اول ما ينتشل الشخص يقوم المسعف او المنقذ بالبدء في عمليه الاسعاف الاولي، لانه يجب البدء في عمل الاسعاف الاولي حتى يعني نحافظ على سلامه الشخص وحتى نعوض نسبه الاكسجين في الشخص اللي يتم انقاذه، لانه يعني بالنسبه للغواص هو لا ينتشل فقط ولكن يبدا في عمل الاسعاف الاولي، لانه لو ترك هذا حتى يصل المستشفى قد يعني يموت في الطريق، ولذلك نبدا في عمليه الانعاش القلب الرئوي الاسعاف الاولي. طيب مباشره يتم توجهه الى نلاحظ ايضا هناك تجهيز لاسعافه على الشاطئ ايضا. طبعا عندما ينتشل يصل فيه الزورق للشاطئ، يستقبله المسعف وايضا فرقه البحث والانقاذ، تجهيز ايضا عمليه الاسطوانه الاكسجين، كما نلاحظ طبعا ينقل يعني يحاول باقصى سرعه، ثم يبدا ايضا مواصل في عمليات الاسعاف الاولي والانعاش القلبي الرئوي يقوم به المسعف. طبعا نتكلم عن المسعف في حرس الحدود، طبعا المسعفين تلقوا تدريبات في حرس الحدود في البدايه، ثم استمروا في تلقي التدريبات بالتعاون مع الهلال الاحمر والشؤون الصحيه والكليات الصحيه حتى يؤهلون لجميع حالات الإنقاذ أو الإسعاف التي يباشرها حرس الحدود على الشاطئ. الآن نلاحظ بأنه طبعا تم يعني نقله إلى سيارة الإسعاف، ينقل إلى المستشفى مباشرة. طبعا ينقل لأقرب مستشفى مع استمرار عمل الإسعاف الأولي بالنسبة له حتى يصل إلى المستشفى. طبعا ولله الحمد بالنسبة للحالات الإنقاذ هي قليلة، أو أقصد حالات الوفاة هي قليلة جدا، يعني قياسا على العدد الموجود على الشواطئ وكثافة الناس، لم يسجل في المنطقة الشرقية ككل غير يعني ثلاث حالات وفاة في هذا العام، وهذا يعني مؤشر يعتبر مؤشر إيجابي قياسا على السنوات السابقة اللي كنا نشهد فيها أكثر من 30 حالة، وهذا يعني نتيجة تكثيف الدوريات الميدانية وتكثيف فرق البحث بالإضافة للعمل التوعوي الذي أثر تأثيرا إيجابيا. أيضا أبو فيصل قلت لي بأنه عام 27 كان عدد الوفيات 35
وفاة تقريبا. الآن في هذا العام كم من عام 27 لحد الآن؟ طبعا في عام 1427 كانت نسبة الوفاة حوالي 35 شخص، بدأت تتناقص في عام 1431 العام الماضي عدد الوفيات 5، في أيضا هذا العام بدايته 3، وهذا يعني يلاحظ أن هناك نقص في عدد الوفيات، وهذا كما قلنا هو نتيجة يعني تكثيف الدوريات البحرية، وأيضا نلاحظ أن يعني أيضا العمل التوعوي والنشاطات والفعاليات التي تقوم بها يعني حرس الحدود وتفاعل الكثير مع هذه يعني البرامج أدت دورها. وطبعا لازلنا يعني مستمرين في هذا العام، نحاول أن نصل إلى الرقم 0 في عام إن شاء الله لا يكون عندنا ولا أي حالة وفاة بالنسبة للحرس. يعني العميد محمد، من خلال يعني تواصلكم مع الناس، من خلال أيضا من يواجهون الغرق أو يتعرضون للغرق وتقومون بإنقاذهم، يعني حين يعني تتبادرون معهم بعض الأسئلة، بعض ما هو سبب دافعهم لأن مثلا يسبح في منطقة ممنوعة مثلا، ما هو السبب يعني دوافعهم؟ أو طبعا بالنسبة لفئة الشباب يعني يسبحون في أماكن أحيانا تكون مسموحة السباحة، ولكن يقطع البحر من الشاطئ إلى العمق يعني بشكل عمودي لداخل البحر، هو في البداية يشعر بالحيوية والنشاط مما يعني يشعر أنه يستطيع قطع المسافة، ولكن عند العودة يشعر بالتعب والإعياء، ولذلك يتعرض للغرق. ولدينا حالات كثيرة خاصة من الشباب، يعني خلال العام الماضي تم إنقاذ حوالي 400 شخص من الغرق، سواء كانوا في زوارق وسط البحر تعرضت للأعطال، أو كانوا شباب يعني يسبحون في هذه المناطق. لا زال يعني حرس الحدود يعني يعاني من بعض من لا يتقيد بتعليمات السلامة، ولكن مع استمرار العمل التوعوي، مع استمرار الجهود التي يبذلها حرس الحدود، إن شاء الله يعني نتوقع أن تقل هذه النسبة. أنا بودي أن تعطيني بعض القصص يعني اللي على أرض الواقع، ربما المشاهد يجهل ما يحدث في أرض الواقع. أنا تعطيني لو بعض النماذج لقصص معينة حصلت في أرض الواقع وفي شاطئ نصف القمر. يعني أنا لا أتكلم بقصص منذ سنوات، ولكن الأسبوع الماضي مسن 74 سنة بالعمر دخل البحر يسبح، قطع مسافة طبعا، تعرض للإجهاد، ولكن بفضل الله كانت الدوريات قريبة منه، انتشلته ووصل على البحر. أبناؤه طبعا يعني كانوا قلقين بالنسبة لهذا، وحتى وصلت دوريات حرس الحدود وتم يعني بالبداية انتشاله وإيصاله وعمل الإسعافات الأولية، والحمد لله يعني بدأ بخير. وهذا يعني يلاحظ أن البحر لا يعرف سن معين أو جنس معين، من جميع الأعمار تم إنقاذهم. بالنسبة للدوريات هناك قصة أيضا مأساوية، يعني طفلة سنة وأربع أشهر توفيت قريبة من والدها ووالدتها في أحد المنتجعات في شاطئ نصف القمر، نتيجة أنه يعني أنشغلوا أو أهملوا مراقبة الطفلة، فسنة ونصف يفترض أنها لا تفارق والدتها أو والدها. فهذه أيضا من الحوادث المأساوية التي حدثت مؤخرا، كثير من القصص المأساوية وكثير من أيضا من المواقف اللي تحدث للشباب الصغار أو النساء، أيضا سباحتهم في الليل بعيدا عن الأنظار بالنسبة لمواقع التنزه، ويتعرضون أيضا للغرق. شاطئ نصف القمر أيضا بالنسبة للفرق البحث قامت بانتشال جماعي أسرة كاملها بسبب يعني أحد أفراد العائلة تعرض للغرق، ثم يعني بدأ أخوانه وأخواته يعني واحد خلف الثاني يقفزون البحر ويحاول الإنقاذ. فحرس الحدود انتشل العام الماضي عائلة من 5 أشخاص يعني تم إنقاذهم لله الحمد. هذه أيضا يعني أسبابها عدم التقيد بلوحات منع السباحة أو النصائح اللي يقدمها بالنسبة للدوريات، يعني معروف في ضمن تعليمات السلامة البحرية أنه عدم السباحة في الليل أو بعيدا عن أنظار، حتى الشخص الذي يجيد السباحة يفترض أنه لا يسبح في البحر المفرد، يجب أن يكون هناك شخص يراقبه حتى لو تعرض لتعب أو إعياء يقوم بمساعدته أو على الأقل الإبلاغ. وهناك يعني
شيء مهم جدا، أنه من لا يجيد الفن الإنقاذ لا ينقذ بل يبلغ. هناك كثير من الحالات تعرض فيها الشخص الذي تعرض للغرق والمنقذ لحالات وفاة، ولدينا طبعا في سجلات حرس الحدود كثير من الحوادث المأساوية هذه. إذن في أناس أيضا يبادرون بالإنقاذ وهو لا يعرف الإنقاذ بشكل صحيح، أو ربما يجهل أيضا أن يقوم بالإنقاذ. طبعا ما في شك الناحية العاطفية قد تفوق، خاصة فيما يخص الأم وطفلها، عندما ترى طفلها أو طفلتها يتعرض للغرق لا شعوريا ترمي نفسها داخل البحر، وهذه يعني شعور عاطفي، هذا ناحية. أما ناحية أيضا الشباب اللي يبادرون بالإنقاذ، هناك من تعرض أيضا لمسألة الغرق. طبعا الإنقاذ في البحر يختلف عن إنقاذ أي حادث آخر، هناك يعني بالنسبة لإبلاغ حرس الحدود هناك الثواني مهمة جدا في إنقاذ الغريق. دائما يعني نحن نقول يجب إبلاغ حرس الحدود على الرقم 994 عند مشاهدة أي شخص يطلب النجاة، وليس البدء بالإنقاذ ثم عندما تفشل المحاولة يتصلون بحرس الحدود. هنا يكون قد يعني أخذ حوالي 5 أو 10 دقائق، وهذه كفيلة بأن يتعرض للشخص للخطر لا شك. كم تقريبا تستغرق مدة الإنقاذ؟ يعني خلينا نقول أبعد موقع في شاطئ نصف القمر، الوقت تقريبا لحضوركم من البلاغ إلى وقت حضور؟ طبعا ما ذكرته في البداية أنه وقت يعني ازدحام الشاطئ لا يعني نترك دورياتنا في المركز، بل ننشرها في أماكن التنزه، ولذلك تكون قريبة كثير من الحوادث باشرتها الدوريات دون بلاغ. نفس الدورية يعني رأت الشخص اللي يتعرض للغرق، وهناك أيضا بلاغات أخرى خاصة في الليل نبلغ. وأيضا هذه من الإشكاليات يعني في 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 مكان ما المبلغ لا يعني يعطينا الموقع محدد، ولكن يعني يقول إنه في شخص غريق على البحر، نحاول أن نأخذ أقرب نقطة له، حتى يعني مثل ما قلنا إنه الست دقائق أو 8 دقائق هذه مهمة جدا. ولكن الحمد لله بخبرات الموجودة من أفراد البحث والإنقاذ أصبحوا يعرفون أكثر المواقع التي تشهد حوادث الإنقاذ. أيضا الضباط في الميدان في مواقع التنزه يقومون بنقل أو توجيه الدوريات حسب كثافة يعني الناس الموجودين، حسب كثافة مرتدي الشواطئ. العميد محمد، طبعا الحديث معك جميل جدا، وسنتواصل طبعا مع السادة المشاهدين أيضا لنتعرف أكثر في الساعات القادمة على يعني دور حرس الحدود وتحديدا في شاطئ نصف القمر ودورهم بإنقاذ وأيضا حفظ الأمن على الشاطئ. شكرا لك العميد محمد. وأنا شاكر لكم مرة ثانية. أعود طبعا للزملاء في صباح السعودية. طبعا الأجواء هنا جميلة جدا، وربما هدفنا طبعا من هذا اليوم أن نبث رسالة توعوية وتثقيفية لكل من يتابعنا على شاشة القناة الأولى وعلى برنامج صباح السعودية. نتمنى أن نكون قدمنا في هذه الفقرة جزء جميل وجزء يكون من خلاله وصلت الرسالة، وسنتواصل إن شاء الله في الساعة القادمة لنقدم تفاصيل أكثر عن حرس الحدود وعن دورهم وعن دور الجهات المختلفة في توفير الأمن والأمان على الشاطئ. أعود إلى فيصل وبنان في صباح السعودية. شكرا يا محمد، شكرا جزيلا، شكرا لك. إن شاء الله إحنا حيكون معنا أكيد مجموعة من الأسئلة حنجهزها لمحمد بإذن الله في ساعاتنا المقبلة لما حيكون معه إن شاء الله. بالتأكيد مشاهدينا الكرام، ونشكر محمد ونشكر بالتأكيد جميع العاملين في حرس الحدود على هذا الجهد الذي يقدمونه. مشاهدينا الكرام، ساعتنا العاشرة وقضيتنا: نظرا لارتفاع قضايا التحرش بالأطفال، دشن عدد من المهتمين صفحة اجتماعية على الفيسبوك تدعو للمقاومة هذه الظاهرة بعنوان طفولة بلا تحرش، مطالبين فيها بضرورة حماية الأطفال من الاعتداءات وتطبيق أشد العقوبات على مرتكبيها. ولمناقشة هذا الموضوع يسعدنا أن نرحب بمؤسس هذه الصفحة الإعلامي حسين بن مسعد الذي معنا الآن في الاستوديو. نرحب فيك زميل حسين وحياك الله في صباح السعودية. صباح الخير، حياك الله. أهلا وسهلا، صباح الخير. يعني بالتأكيد أنه أو شيء